اشهد ان لا اله <سؤال> الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليوم هذه أول جمعة من شهر نوفمبر وكما جرت العادة أن في الجمعة الأولى من شهر نوفمبر يعلن عن السنة المالية الجديدة للتحريك الجديد، ويذكر ما نزل من أفضال الله تعالى في العام الماضي، لذا سأتناول اليوم هذا الموضوع. اول شيء يجدر ان يتذكر هو ان القيام باي امر والانفاق عليه يحتاج الى المال لقد قال المسيح الموعود عليه السلام موضحا هذا الامر في مناسبه بان كل نبي حث على الانفاق لتكميل مهامه كما وجه القران الكريم المؤمنين بطرق مختلفه الى التضحيه الماليه واوضح ان الذين يضحون وينفقون اموالهم من اجل الدين يجزيهم الله تعالى في الدنيا والاخره لان الله تعالى لا يبقي على نفسه دين احد مثلا قال الله تعالى في موضع عن كيفيه جزائه وكميتها يترجم حضرته الان الايه السابقه الى اللغه الارديه هذا هو مثال المؤمنين المنفقين في سبيل الله تعالى انه تعالى لا يترك قرضهم على نفسه بل يسدده ويجزيهم في هذه الدنيا وفي الاخره في هذا العصر ومن اجل نشر الدين بعث الله تعالى الخادم الصادق للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفرض عليهم ان يؤدوا واجبهم لنشر الدين وتبليغ رساله الاسلام في العالم ولجلب اهل الدنيا نحو الله الواحد واذا فعلوا ذلك لوجه الله تعالى خالصه فسوف يرثون افضال الله تعالى وانعاماته ورد في روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاه والصيام والذكر تضاعف على النفقه في سبيل الله بسبعمائه ضعف أي أن هذه العبادات أيضا ضرورية مع الإنفاق في سبيل الله وهذا الحديث يصف المؤمن الحقيقي بأنه لا يكتفي بالتضحيات المالية ولا يقول لله تعالى بأني أنفقت كذا من المال في سبيلك فضاعف لي هذا سبعمائة مرة كلا بل لا بد من رفع مستوى عباداتكم أيضاً واصلاح انفسكم وتعطير السنتكم بذكر الله تعالى، واجتناب اللغو وتقديم تضحياتكم الماليه لوجه الله مخلصين له، وعندها يتفضل الله عليكم بطرق تحير الانسان. احيانا يتقبل الله منا العمل الصغيرة ويجزي عليها بشكل كبير مما يولد الحيرة في الإنسان. وهذا فضل الله الخاص أنه يكرمه هكذا مما يزيد إيمان المرء بالله تعالى. ولكن على المؤمن أن يبذل جهده دائما، وأن لا يفرح أنه أنفق كذا من المال، فلا بد لله أن يتفضل عليه وإن لم يقم بأعمال أخرى. لذا، من الضروري جدا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أن يحسنوا حالاتهم الروحانية أيضا. حينها يرثون انعامات الله حقيقه ان الله تعالى يتفضل على المؤمنين الحقيقيين دائما وهناك امثله كثيره لها في الجماعه لا نقدم أمثلة الأولين فقط. توجد أمثلة السلف أيضًا، كيف أنهم كانوا موقنين بأن الله سيكرمهم، بل هناك أمثلة من العصر الراهن أيضًا. ومن أمثلة الماضي واقعة حضرة رابعة العدوية. ما اعظم كيفيه توكلها كانت جالسه في البيت اذ جاءها عشرون ضيفا ولم يكن في بيتها الا رغيفان فقالت لجاريتها ان تعطيهما متسولا هذا اسلوب غريب للتوكل على الله تعالى قلقت الجارية جداً وقالت في نفسها: إن هؤلاء الصلحاء أغبياء للغاية، إذ قد جاء إلى البيت ضيوف وهي تقول: أعطِ ما في البيت من الخبز إلى الفقراء. كانت تفكر بذلك، وأعطت الرغيفين لأحد الفقراء. وبعد برهة من الزمن، جاءت جارية لامرأة ثرية وقالت ان سيدتها ارسلت ثمانيه عشر رغيفا فاعادتها السيده رابعه العدويه قائله بانها ليست لنا فقالت الجاريه خذيها فقالت رابعه لا فقالت الجاريه هذه ارسلها الله لك ولكن رابعة أصرت على أنها ليست من نصيبها. بعد قليل، قالت تلك المرأة الثرية لجاريتها: "أين كنت؟ كان عليك أن تأخذي إلى رابعة العدوية عشرين رغيفًا، أما هذه ثمانية عشر فهي كانت لأحد آخر". فقالت رابعة العدوية: عندما تصدقت برغيفين كنت عقدت صفقة مع الله تعالى على أنه سوف يرد إلي عشرة أضعاف فمقابل رغيفين كان يجب أن تأتي عشرون قال الخليفة الأول رضي الله عنه بعد ذكر هذه الواقعة وقد ذكر بعض الآيات القرآنية أيضا ثم قال: ورد في بعض المواضع ذكر عشرة أضعاف وفي بعضها الآخر سبعمائة ضعف هذا جزاء الحسنه بحسب المحل اي ما محل الحسنه وما مقدار التضحيه وما مستوى التضحيه وكما قلت لقد ذكر الخليفه الاول رضي الله عنه هذه الواقعه ثم قال هكذا يجزي الله ولكن يجب ان لا تفعل ذلك كل حين بنيه امتحان الله تعالى أي لا تبدأوا بفعل ذلك بغية امتحان الله تعالى، إلا أنكم إذا ضحيتم هكذا مخلصين لله فسوف يجزيكم الله تعالى. فالذين يعطون في سبيل دين الله ولمرضاته تعالى هم المضحون حقيقة. مثال تضحية رابعة العدوية يبدو كأنه أمر شخصي. ولكنه التضحيه في سبيل الدين لان الناس كانوا ياتونها لتعلم الدين واليوم قد بعث الله تعالى الخادمه الصادقه للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل تكميل مهمات الدين وبواسطته يتم اليوم تبليغ الاسلام وخدمه البشريه وبفضل الله تعالى تنفق الجماعة ملايين من الجنيهات كل عام لنشر الكتب وبناء المساجد ودور التبشير ومشاريع أخرى. تنفق معظم أموال أوروبا والدول المتقدمة في إفريقيا والهند ودول فقيرة أخرى، وذلك بالإضافة إلى ما ينفقه الأحمديون في هذه الدول المتطورة لتحقيق هذه الأهداف. والآن بقدر ما توسعت الأعمال فإنه بفضل الله تعالى زاد أعضاء الجماعة في التضحيات وسددوا هذه النفقات رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية. واليوم أيضا يريهم الله تعالى أفضاله ويجزي هؤلاء المضحون. كل الذين يضحون بحاجاتهم في سبيل الله تعالى لهم تجاربهم الخاصة سواء كانوا يعيشون في الدول الفقيرة أم الغنية. وفي هذا الوقت سأقدم بعض الواقعات التي يتبين منها كيف يعامل الله تعالى هؤلاء المضحين وبأي روح يقدم هؤلاء المخلصين تضحياتهم. المبايعون الجدد الذين مرت على دخولهم في الاسلام الاحمديه فتره قليله هم ايضا يهتمون من تلقاء انفسهم بالتضحيات الماليه اذ ادركوا روح التضحيه الماليه هناك معلم محلي لنا في ليبيريا اسمه محمد جونسون وكان من قبل مسيحيا ثم أسلم وصار معلما عندنا يقول قبل بضعة أشهر غرست في قرية في مديريتنا غرسة الجماعة نتيجة الجهود التبليغية وانضم اهلها مع امامهم الى جماعتنا انها قريه صغيره وليس هناك طريق يؤدي اليها والوصول اليها كان صعبا نتيجه الامطار فاهملنا هذه القريه عمدا ولم نحث اهلها على دفع التبرعات في صندوق التحريك الجديد لان اهلها أحمديون جدد تماما، ثم إن الطريق إليها وعر جدا. وهي قرية صغيرة أيضا. وقلنا: في السنة القادمة سوف نحثهم على التبرع في صندوق التحريك الجديد، وندخلهم في المتبرعين. ولكن ذات يوم جاء إمام القرية السيد أبو بكائي إلى مركزنا في تمبان. وقدم لنا فور وصوله بعض المال وقال هذه تبرعات صندوق التحريك الجديد من قبل 21 فردا من جماعتنا فقلنا له لم ندعكم الى التبرع لهذا الصندوق فكيف عرفتم بذلك قال اني استمع لبرامج اذاعه الجماعه بانتظام وفي يوم السبت قمتم عبر الإذاعة بتعريف صندوق التحريك الجديد وأهميته، فذكرت هذا الأمر أمام أفراد جماعتنا فدفعوا هذه التبرعات. هكذا يلقي الله تعالى من عنده هذا الإحساس في قلوبهم وينشئ فيهم روح التضحية. وكتب أمير الجماعة في غامبيا: دعونا أهل قرية على التبرع في صندوق التحريك الجديد، وكان أهلها كلهم من المبايعين الجدد. كانت هنالك سيدة عجوز عمرها سبعة وخمسون عاما واسمها الأخت فاتو فلم تلبث أن أخرجت من جيبها مئتي ديلاسي وديلاسي عملة محلية وتبرعت بها ثم قالت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها أي إنسان نشر رسالة الإسلام الحق أي الأحمدية كما كان يحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت هذه السيدة أن هذا المبلغ كان آخر ما عندها، وكانت تحتفظ به لشراء الطعام لأهلها، وهذا يعني أنها لم تكن سيدة ثرية، فدفعت هذه النقود وقالت: إنني أعطيها لأن هناك حاجة إليها من أجل تبليغ رسالة الإسلام، وها إني أتبرع بهذا المال مفضلة تبليغ الإسلام على أن أسد جوعي. وبينما كانت تحاورنا إذ جاءتها مكالمة هاتفية من ابنها من سويسرا فأخبرها أنه قد أرسل لها 12 ألفا ومئتين من الديلاسي فأعلنت السيدة أمام الناس باكية انظروا كيف أنزل الله فضله علي ومن الآن فصاعدا سوف أدفع التبرعات أكثر كان الحضور في حيرة من أمرها لأن ابنها لم يكن قد اتصل بها منذ أكثر من ستة أشهر، وكان لا يسأل عن حال أمه، وكانت في ضيق مالي شديد، ولكن حصل كل هذا بفضل الله تعالى في تلك المناسبة بالضبط، حيث اتصل بها الابن كما وصلها منه هذا المبلغ أيضًا. فتأثر الناس من ذلك جدا وقالوا لا شك ان الأحمدية هي الإسلام الحقيقي فعاهدوا جميعا انهم سيظلون أحمديين حتى الممات. وهناك فرع لجماعتنا في شمال غرب تنزانيا في منطقة جيتا وكتب معلمنا من هناك ثمة شاب اسمه عبد الله وقد بايع قبل شهور سمع في خطبه الجمعه التي دعى فيها الاخوه للتبرع في صندوق التحريك الجديد وعلم ان هذا هو الشهر الاخير لتسديد الوعود ويجب على كل احمدي ان يساهم في هذا الصندوق قدر المستطاع لم يكن عند الشاب عبد الله اي نقود فوعد انه سيتبرع في صندوق التحريك الجديد ولو قليلا قبل مساء اليوم التالي وفي الغد خرج بحثا عن عمل فوجد مزارعا كان بحاجه الى شخص يعينه في عمل من اعمال الفلاحه فاستاجره للعمل في حقله فقام بالعمل بجهد كبير وانجز حتى المساء ما سينجز في يومين في الظرف العادي ثم تبرع بما وجد من الاجره في صندوق التحريك الجديد وقد حكى بنفسه قصته هذه وقال إن الله تعالى وضع البركة في نيتي ووفقني بمحض فضله للتضحية المالية، فهذا الإحساس أيضا يتولد في المتبرعين. هناك جزيرة بالقرب من أستراليا اسمها جزيرة سليمان. وقد كتب داعية لنا من أستراليا: "قمنا بجولة في جزيرة سليمان" واضافه الى البرامج التربويه والتبليغيه والاداريه خلال هذه الجوله قمنا بتذكير الاخوه بالتبرع في صندوق التحريك الجديد لان موعد انتهاء السنه الماليه للتحريك الجديد وشيك كانت هناك سيده زوجها غير مسلم وهي تدير مزرعه دجاج لم تكن هذه السيده في بيتها عندما ذهب الداعيه وسكرتير التحريك الجديد الى بيتها لتذكيرها بالتبرع في هذا الصندوق فقام اولادها بدفع ما عندهم من مال قليل وعندما رجعت الى بيتها واخبرها الاولاد بان سكرتير التحريك الجديد كان قد حضر الى هنا فما لبثت ان ذهبت الى بيت السكرتير وتبرعت بالف دولار في صندوق التحريك الجديد فقال لها السكرتير: لقد استلمت التبرع من جميع الإخوة، وقد انتهيت من إعداد القائمة بأسماء المتبرعين أيضًا، وأرسلتها إلى المركز، فيمكنني أن أضع هذا المبلغ في تبرعك للسنة القادمة. فقالت: كلا، لقد وعدت ربي بأني سأتبرع هذا القدر من المال وسأدفعه في هذه السنة المالية. فعلى الحاح منها اعدوا قائمه جديده للمتبرعين ورفعوها الى المركز هنا في نفس الليله. ثم هناك مشاهد تبين كيف ان الله تعالى يعطي المتبرعين اضعافا مضاعفه على ما تبرعوا به. فقد كتب داعيتنا من غيني كناكري ان هناك مكانا اسمه كفيليا وكنت القيت هنالك خطبه بشان التحريك الجديد كما زرت الاخوه في بيوتهم بيتا بيتا فقابلت شابا اسمه محمد سيلا وذكرته بدفع تبرع التحريك الجديد فما لبث ان اخرج من جيبه عشره الاف غين فرانك وتبرع بها في صندوق التحريك الجديد وقال هذا هو المبلغ الموجود عندي وكنت محتفظا به لشراء طعام الغداء والعشاء ولكني سابقى جائعا اليوم لوجه الله ومرضاته وبعد هذه الواقعه باربعه ايام اتصل هذا الشاب بالداعية وقال: "لقد تقبل الله تضحيتي تلك، إذ كنت تقدمت لاختبار في شركة للتعدين للعمل فيها كسائق، وبفضل الله تعالى قد حصلت على عقد العمل عندها براتب خمسة ملايين ونصف مليون غيني فرانك شهريا لمدة خمس سنوات، وهكذا قد أعطاني الله تعالى أكثر من تبرعي بعدة آلاف ضعف". لقد تبرع هذا الشاب بعشرة آلاف والزيادة التي آتاه الله إياها هي ست آلاف وستمائة ضعف يقول الله تعالى سأعطي لمن أشاء أكثر من سبعمائة ضعف وها قد أعطى هذا الشاب أكثر من هذا أيضا وكتبت رئيسة لجنة إماء الله في النيجر وفقنا الله تعالى بفضله لعقد اول ندوه تربويه وطنيه للجنه اماء الله سيدات الجماعه لثلاثه ايام وقد حضرتها كثير من السيدات فقلنا لهن في الندوه ان السنه الماليه لصندوق التحريك الجديد على وشك الانتهاء فعليهن تسديد ما وعدنا به في هذا الصندوق باسرع ما يمكن فبدأت بعض الأخوات بالتبرع فورا فقلنا إنه مجرد تذكير فقط ولا يزال عندكن الوقت للسداد فقلنا كلا سوف ندفع حالا فلما رأتهن الأخريات تقدمنا إلى الأمام وقدمنا التضحية المالية وهكذا جمع مبلغ كبير بفضل الله تعالى إن لجنة إماء الله سيدات الجماعة في كل مكان في العالم تساهم في التبرعات مساهمه جيده جدا نظرا لاعدادهن ولا يتاخرن عن الرجال بل الحق اننا نضطر احيانا لتذكير الخدام الشباب والانصار كبار السن في بعض البلاد ونقول لهم ان سيدات الجماعه قد سبقنكم فاقتدوا بهن في التضحيه الماليه وكتب داعيتنا في سانت بيترسبيرغ في روسيا هناك اخ احمدي من احدى الولايات الروسيه واسمه السيد ارسان بيك وعندما قام الخليفه في العام الماضي باعلان بدء السنه الماليه الجديده للتحريك الجديد قال السيد ارسان ساقدم في صندوق التحريك الجديد بتضحيه 1000 روبل ثم دفع هذا المبلغ ايضا في السنه الماضيه فقال إني أعد هذا العام بعشرة آلاف روبل ثم قال إنه يريد أن يبدأ التجارة عما قريب على كل حال قد وفى بوعده بدفع عشرة آلاف روبل في يوليو تموز إن الأوضاع في روسيا أيضا صعبة جراء حرب أوكرانيا وهبط سعر الروبل أيضا لكنه مع ذلك قد أنجز ما وعد به هذا المبلغ بالنسبة للأوضاع هناك كبير وإن كان يساوي 178 جنيها استرلينيا وبعد دفع هذا المبلغ قال إنه سيظل يدفع 500 روبل إضافية ثم دفع بالفعل 500 روبل يوميا ثم قال إن الله قد بارك في تجارتي وهي بفضل الله رابحة لذا أدفع كل يوم ألف روبل فدفع يقول الداعية المحلي من مدينة مروة شمالي كامرون وهذا الحدث أيضا يفيد في كيفية حدوث البركة في تبرعات الفقراء وبذلك يقوى إيمانهم فقال لقد قال لي مبايع جديد السيد عبد الله وهو رجل فقير في السنة الماضية تبرعت بنصف سلة من حبوب الذرة في التحريك الجديد أي خمسة كيلوات فرزقني الله خمسة أكياس أي ثلاثمائة وخمسين كيلو أي سبعين ضعفا وهذا العام كنت قلقا لأن سعر السماد قد ارتفع ولم أستطع شراءه ومن ثم كنت أخشى أن لا يكون الحصاد جيدا إلا أنني بذلت الجهود في الحقل قدر المستطاع فبارك الله تعالى فيه كثيرا فكان الحصاد ضعفين مقارنة بالسنة الماضية فتبرعت في التحريك الجديد بكيس يحتوي على سبعين كيلو وأخبرت عائلتي أيضا أن الله تعالى بارك في زرعي وجهدي ببركة ما تبرعت به في التحريك الجديد يقول أمير الجماعة في غامبيا هي احداث بسيطه لكنها مهمه جدا للاحمدي الفقير لقد اخبرني السيد باتي سيلسي من احدى القرى وكان قد بايع في عام 2014 كنت عاطلا عن العمل قبل الانضمام الى الجماعه حاولت كثيرا الحصول على عمل ولم اجد ومنذ انضممت الى الجماعه اساهم في التبرعات وانشطه اخرى بحماس كالتبليغ ففي السابق كان عاطلا ولم يكن له بيت وكان يعيش بصعوبه والان عنده عملان وقد بنى له بيتا جديدا والناس يقولون ان الجماعه ساعدته وهو يقول لهم كلا ان الجماعه لم تساعدني وانما الله تعالى اعانني ببركه التبرعات يقول أمير الجماعة في إندونيسيا: أحد أفراد الجماعة هنا يملك مصنعاً لكنه لم يكن على ما يرام. وفي السنة الماضية حين ذكرت في الخطبة وقائع المتبرعين في التحريك الجديد وأعلنت السنة الجديدة تأثر بها كثيراً فسجل التبرع في هذا الصندوق ضعفي ما دفعه في السنة الماضية ودفع المبلغ فوراً. فأكرمه الله بعد أسبوع وارتفعت مبيعات مصنعه، كما عادت إحدى الشركات التي كانت قد انقطعت عنه وعرضت عليه شراء سلعة كبيرة، فهو يقول إن مصنعه كسب هذا العام أضعاف الأرباح مقارنة بما سبق. يقول الداعية السيد فرهاد المحترم في ألمانيا: سرحت احمديه من مدينه فيزبادن من العمل وبذلك انقطع دخلها فقلقت كثيرا لانها كانت تريد ان تكفل زوجها ليلتحق بها فلما ذكرت ذلك لاخيها قال لها ان العلاج الوحيد ان تدعي وتضحي بمالك فباعت حليها وتبرعت بها وبعد ذلك باربعه ايام تلقت رساله من صاحب العمل انه يعيدها الى العمل وبشكل دائم وان راتبها سيكون 2000 يورو وهذا المبلغ كان يكفيها لكفاله زوجها. يقول وكيل المال من الهند هنا احمدي سباق في تبرعات التحريك الجديد. وحين قلت له ان يزيد المبلغ في التحريك الجديد سالني كم يجب ان ازيد فقلت له قدر ما تستطيع بحسب دخلك لكنه اصر على ان يخبره الداعيه او مندوب المركز واخيرا حين قال له المندوب ان يزيد الى تبرعاته مليون روبيه علما انه كان قد دفع نصف مليون من قبل فوافق ودفع فورا ثم اخبرني لاحقا انه كان يجد صعوبه في تسجيل بيته وكان هناك احتمال خساره كبيره لكن الله تعالى ببركه التبرعات حل مشكلته وتمكن من انجاز العمل الذي كان معلقا ونجا من الخساره ايضا فالله تعالى لا يبقي عنده اي دين للفقراء ولا للاغنياء ويكرم الجميع بحسب اوضاعه. من الهند نفسها يقول وكيل المال ان في كشمير بروفيسور احمدي في جامعه شير كشمير كان قد انجز وعده واخبرني انه بعد ذلك تمت ترقيته من البروفيسور الى منصب كبير العلماء في الهندسه الزراعيه وحصلت اضافه غير عاديه في راتبه ايضا فزاد تبرعاته في التحريك الجديد تقول سيدة من موريشيوس. قال لي زوجي بعد أن استمع إلى بعض الأحداث لأقاربنا عن التحريك الجديد يجب أن نعد بمبلغ نجد صعوبة ما في إنجازه ومن ثم وعد بدفع 75 ألف روبية وكان زوجي يعمل في شركه طبيه وفي السنوات الماضيه كان راتبه قد رفع قليلا لكنه بعد ان وعد هذا المبلغ في التحريك الجديد تلقى عرض العمل في مستشفى خاص وكان زوجي في الاونه نفسها قدم لوالدته الفاروقيه فلما ذهب للمقابله قال لقد تولد لدي الشعور باني سوف اقبل وأن راتبي سيكون بقدر ما وعدت به تقريبا فتمت المقابلة وقبل وعرض عليه راتب ستة وسبعين ألف روبية فقال كنت وعدت في التحريك الجديد خمسة وسبعين ألف لكن الله أعاده إلي بزيادة ألف روبية كنت قد قدمتها لوالدتي أيضا يقول الداعية الأحمدي من بنغلاديش هنا أحمدي واجه خسارة كبيرة في وباء كورونا ولم يستطع أن يدفع التبرعات وحين ذكرناه بتبرع التحريك الجديد دفع أحد عشر ألفا وخمسمائة تكة مما جمعتها زوجته لكن هذا المبلغ كان يكفي لنصف تبرعاته وبقي نصف التبرعات مستحقا عليه وفي نهايه هذا الشهر ارسلت زوجته رساله ان نذهب اليهم ونستلم التبرعات فلما وصلنا اليهم دفع ثلاثه اضعاف ما كان قد وعد ودفع التبرعات الالزاميه المستحقه عليه ايضا واخبرنا ان الله تعالى قد سد حاليا حاجته القديمه حيث كان منذ مده يبحث عن قطعه ارض لبناء البيت وحين بدا دفع التبرعات مكنه الله تعالى من شراء قطعة أرض إعجازيا، وزاد دخله أيضا، ودفع التبرعات كلها، ووفقه لشراء عقار أيضا. يقول أحمدي من بوركينا فاسو يعمل أستاذا: "لقد وفقني الله تعالى لشراء سيارة، فقال لي زملائي الأساتذة: "نحن أيضا أساتذة ولا نستطيع شراء سيارة". من المؤكد أن الجماعة ساعدتك، فقال لهم: لم تساعدني الجماعة بل الله تعالى قد بارك في مالي بفضل التبرعات، وأنه منذ كان طالبا متعود على دفع التبرعات، وأن الله دوما يكرمه. يقول أحد الإخوة من مدينة أوسلنبرغ الألمانية لقد أقيم برنامج حول التحريك الجديد فأحضرت 500 يورو إضافية لأدفعها وحين قدمتها للمسؤول قال لي قد انتهى دفتر الوصولات فعدت إلى البيت ودفعتها لعامل كان يعمل عندي فلما كان الليل رآني في الرؤيا بأنني أقول له أريد خمسة آلاف يورو يقول فهمت منها أن المراد منه تبرع التحريك الجديد فلما ذكرت هذه الرؤيا لزوجتي قالت سندفع في التحريك الجديد خمسة آلاف يورو ثم يقول بعد فترة بسيطة ورد في حسابي أزيد من 22 ألف يورو كمساعدة حكومية للمواطنين في جائحة كورونا وهذا ما لم أتصوره قط تقول إحدى السيدات من كندا كنت أعاني من ضيق مالي وكنت قلقة جدا وأفكر كيف سأسدد وعد التحريك الجديد ومن شدة قلقي استمررت في الدعاء وكانت نيتي خالصة إلا أنه لم تكن تلوح لي بارقة أمل لتحقق هذا الأمر على أي حال لقد دعوت كثيرا ثم حدث في إحدى الليالي أن ابنتي كانت تبحث عن شهادة ميلادها فعثرت على حقيبة قديمة لنا وكنت وضعت فيها ما تبقى من نقود أنفقناها خلال زيارتنا لأمريكا قبل حوالي ثمان سنوات وكنت قد نسيت ذلك فلما أخرجت النقود كان بالضبط هو المبلغ المطلوب دفعه للتبرع، فإن الله تعالى يعين بهذا الطريق أيضا. يقول رئيس الجماعة في غينيا كوناكري: "هناك سيدة فقيرة عندنا تعيش على بيع أشياء بسيطة". فلما وصلنا إلى بيتها أثناء زياراتنا خلال عشرة التحريك الجديد، دعونا هذه السيدة أيضاً لأداء تبرع التحريك الجديد، فقالت: «إني قلقة سلفاً تجاه هذا العمل البسيط الذي بدأته بأخذ قرض من أحد، والمدخول لا يكاد يذكر، حتى أنني لا أستطيع تسديد الدين. فلما أفهمناها وحثثناها على الدعاء، تبرعت بما كانت لديها من مبلغ ويساوي عشرين ألف فرنك». كان هذا المبلغ كبيرا بالنسبة إلى تلك السيدة الفقيرة التي كانت تتصارع مع الظروف فلما زارها داعيتنا بعد أيام لأمر آخر قالت في صوت يفيض بمشاعر الفرحة لقد حل الله تعالى جميع مشاكلي لقد ازدهر عملي البسيط و تمكنت من تسديد ديوني أيضا وما تحقق كل ذلك إلا بسبب تلك التضحية المالية التي قمت بها يقول السيد فريد إبراهيم وهو أحد الإخوة من تترستان الروسية حدث شيء غريب لهاتفي في صيف العام الماضي بعد ان تلقيت في حسابي المصرفي عبر الانترنت اموالا من ركاب سياره الاجره حيث انشغلت تلقائيا على هاتفي الذكي في خطبة خليفة الوقت حول تقديم التبرعات المالية ولم يحدث هذا مرة واحدة بل كلما يتم تحويل مبلغ كبير إلى حسابي يحدث معي شيء من هذا القبيل على أي حال فهمت منه أن الله تعالى يذكرني بالتضحية المالية بتقديمه دليلا على وجوده وانه لشرف كبير لي ان اوفق لتقديم تضحيات ماليه من بعد الانضمام الى جماعه المسيح الموعود عليه السلام يقول بانه يحدث معها هكذا دوما بحيث تشتغل الخطبه او تاتيه رساله تلقائيا على هاتفه مما يحفزه على التبرع ثم هناك امراه مخلصه من تنزانيا تقول بانها ادركت عند عودتها من الاجتماع السنوي ان عليها دفع تبرع التحريك الجديد ولكنها لم تكن ترى طريقًا لدفع هذا التبرع. تقول: "كان قد اقترض مني أحد وكنت على أمل أنه سيرده لي وبالتالي سأدفع التبرع". لكنه لم يكن يجيب، بل لم يعد يرد على الهاتف أيضًا. كانت مريضة، وكانت نفقات الأدوية وغيرها أيضًا تزداد يومًا بعد يوم. كانت قلقة للغاية تجاه هذا الأمر وبشأن أداء الرسوم المدرسية لابنها أيضا، فطلبت من ابنها أن يدعو، وفي الوقت نفسه سمعت صوت الأذان، فقال ابنها: "تعالي نصلي ونطلب من الله تعالى". وبهذه الطريقة يقوي الله إيمان الأطفال أيضا، إذ فكر هذا الطفل أنه إذا لم يكن لديه مال، فينبغي أن يدعو الله تعالى لعله يسمع دعاءه. ويلقي في قلب ذلك الشخص ليعيد المال الذي أخذه قرضًا من والدته. فتوضأت الأم والابن ورفعا دعاءهما أمام الله في الصلاة، فالذي حصل أن الهاتف بدأ يرن قبل انتهائهما من الصلاة، وكان المتصل هو الشخص نفسه الذي اقترض منها. قال هذا الشخص على الهاتف بأنني واقف أمام بابك وجئت لأسدد دينك. ثم أضاف قائلا كنت واقفا على محطة الباصات أنتظر قدوم الميكروباص حتى سمعت صوت الأذان ومعه شعرت وكأن صوتا يقول لي ادفع مبلغ القرض أولا فجئت لتسديد دينك فلما سمعت ذلك هذه السيدة وابنها فاض قلبهما بحمد الله تعالى فشكر الله تعالى وقال ابنها ارايت لقد صلينا فتلقينا مالنا ثم قضيا به حاجتهما اكرام جان من سانت بيترسبيرغ يقول انني ادعو دائما لرخاء المالي حتى اتمكن من دفع تبرعاتي دفع خاصه الى جانب مساعده المحتاجين ويتحقق معي ذلك بطريقة غريبة دوما يقول كان ينقصني ثلاثة آلاف روبل من مجموع مساهمتي في تبرع التحريك الجديد في السنة الماضية وقد بلغت اليوم الأخير لدفع المساهمة فجاءني شخصان أثناء عملي وأعطاني أحدهما ألف روبل أجرة لعملي والآخر أعطاني ألفي روبل لم يحدث لي مثل هذا من قبل لأنني كنت أحصل أجرة عمل اليومي من 300 إلى 500 روبل يقول والآن أعطي فائض الدخل في سبيل الله تعالى إذن هذه هي بعض الأحداث التي قدمتها وهي تفيد كيف ينعم الله تعالى على من يقومون بالتضحية المالية بكل إخلاص وبعد هذا أعلن الآن عن العام الجديد للتحريك الجديد بعد ذلك لقد انتهت بفضل الله تعالى السنة الثامنة والثمانون لمشروع التحريك الجديد في 31 من تشرين الأول وبدأت السنة التاسعة والثمانون من أول تشرين الثاني وقد وفقت الجماعة لتقديم تضحية مالية قدرها 16.4 مليون جنيه في صندوق التحريك الجديد في هذا العام ورغم تدهور الاوضاع الاقتصاديه على المستوى العالمي فان هذه التضحيه تربو على العام الماضي ب 1.1 مليون جنيه. وان جماعه المانيا كالمعتاد سباقه وتحتل المركز الاول في كافه فروع الجماعه في العالم. لقد قدمت فروع الجماعه في باكستان تضحيه كبيره الا ان الاوضاع الاقتصاديه المتدهوره هناك أدت إلى هبوط قدر الروبية، مما سبب تراجعها في هذه القائمة، غير أنها تقدمت نحو الأمام من ناحية التضحية. إن ألمانيا متفوقة لكن تبرعاتها قد انخفضت في العملة المحلية. وإذا حافظت بريطانيا وأمريكا على الإضافة في تبرعاتها من حيث الزيادة في العملة المحلية، فهناك امكانيه كبيره لهما ان ترتفعا وتحتلا مركزا اعلى كذلك حدثت زياده في تبرعات فروع الجماعه في كندا واستراليا والهند وغانا ايضا وفروع الجماعه الاخرى الجديره بالذكر من حيث الاداء في صندوق التحريك الجديد هي كالتالي هولندا وفرنسا والسويد وجورجيا والنرويج وبلجيكا وبورما وماليزيا ونيوزيلندا وبنغلاديش وكريباتي وكازاخستان وتترستان والفلبين وفرع للجماعة في الشرق الأوسط وأبرز فروع الجماعة من حيث جمع مبالغ التبرعات في إفريقيا هي الأولى غانا والثانية موريشوس هي أيضا في إفريقيا ثم نيجيريا وبوركينا فاسو وتنزانيا وغامبيا وليبيريا ويوغندا وسيراليون وبنين أما أكثر التبرعات من حيث الدفع الفردي فاحتلت فروع الجماعة في أمريكا المركز الأول ثم بريطانيا ثم أستراليا إن عدد المشتركين في صندوق التحريك الجديد الإجمالي هو مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفا بفضل الله تعالى والبلاد التي أضافت إلى عدد المشتركين بشكل ملحوظ في أفريقيا هي نيجيريا غينيا بيساو كونغو برازفيل غيني كوناكري تنزانيا كونغو كينشاسا غامبيا الكاميرون ساحل العاج، نيجير، سنغال وبوركينا فاسو. الحسابات في الدفتر الاول لا تزال جارية بفضل الله تعالى فروع الجماعة في ألمانيا التي احتلت المراتب العشرة الأولى هي رودمارك، رودجا، مهدي أباد، نيدا، كولون، فلورسهايم، نويس، بنيبورغ، اوسنا بروك، وقائمة فروع الجماعة في ألمانيا على مستوى الإمارات هي: هامبورغ، فرانكفورت، غروسغراو، فيسبادن، داتسنباخ، ريتشدد، مورفيلدن، روسلزهايم، دامشتاد، ومانهايم. قائمة فروع الجماعة في باكستان من حيث جمع مبلغ التبرعات هي كما يلي: جماعة لاهور، ثم ربوة ثم كراتشي وهذه القائمة على مستوى المحافظات في باكستان هي كالتالي سيالكوت، إسلام أباد، جوجرانوالا، جوجرات، عمر كوت، حيدر أباد، ميربوس خاص، سرغودا، كويتا، ولودران من المعلوم أن في محافظة عمركوت كوت وميربور خاصة حدثت قبل فترة وجيزة فيضانات بسبب كثرة الأمطار ومع ذلك قدم أهلها تضحيات كبيرة بفضل الله تعالى قائمة فروع الجماعة في المدن في باكستان من حيث جمع مبلغ التبرعات هي إمارة تاونشيب لاهور إمارة دار الذكر لاهور إمارة مادل تاون لاهور إمارة موغول بور لاهور إمارة علامة إقبال تاون لاهور إمارة بيت الفضل فيصل أباد اماره عزيز اباد كراتشي اماره ديلي جيت لاهور اماره كريم نجار فيصل اباد واماره صدر كراتشي اما فروع الجماعه الخمسه الاولى في بريطانيا على مستوى المقاطعات فهي جماعه بيت الفتوح اسلام اباد مسجد فضل ميدلاند بيت الإحسان وفروع الجماعة العشرة الأولى والكبيرة في بريطانيا من حيث الجمع المبلغ الإجمالي هي فارنام ساوث جيم إسلام أباد وستر بارك والسال جيلينغام مسجد فضل أولدر شوت ساوث ثم جماعة بطني وهذه القائمة من حيث فروع الجماعة الصغيرة هي سبين فالي كيثلي ويلز الشمالية هامتون الشمالية وزاونلي وفروع الجماعة في أمريكا من هذا المنطلق هي ماريلاند لوس أنجلوس فيرجينيا الشمالية ديترويد سيليكون فالي شيكاغو سياتل أوش كوش فيرجينيا الجنوبية أتلانتا جورجيا جيرسي الجنوبية ويورك هذه القائمة لفروع الجماعة في كندا وهي فون قرية السلام كالجاري وينكور تورنتو وفروع الجماعة العشرة الأولى من حيث مبلغ التضحيات هي كومتور تامل نادو قاديان حيدر أباد كرولي باتا بريم كاليكوت بنغلور، ميلا بالم كالكوتا كيرينغ وهذه القائمة على مستوى الأقاليم في الهند هي كما يلي كيرالا تاملنادو، نادو جامون وكشمير تلنغانا أوريسا البنجاب البنغال دلهي ومهاراشترا قائمة فروع الجماعة العشرة الأولى في أستراليا هي كالتالي كاسل هيل ملبورن لانغون ميلبورن بيروك ماسدن بارك بن رتا بارتا بيرا ماتا ادلاند الغربيه ايست كامبيرا و لوجن الشرقيه هكذا هي قائمة فروع الجماعة من حيث تقديم التضحيات المالية وندعو الله تعالى ان يبارك في اموال جميع المضحين ونفوسهم بركات لا تعد ولا تحصى لقد بدات جماعه بريطانيا موقعا جديدا يتعلق بتاريخ الجماعه في بريطانيا ان العمل على تدوين تاريخ الجماعه كان جاريا منذ عده سنين والان قد اطلق الموقع بهذا الشان لقد نشرت على هذا الموقع الجديد مقالات البحث بشان مسائل المسيح الموعود عليه السلام لتكميل نشر الهدايه في الغرب. يظن ان تاريخ الجماعه في بريطانيا يبدا من عام 1913 حين جاء السيد فتح محمد سيال هنا. ولكن دعوه المسيح الموعود عليه السلام كانت قد بلغت الى بريطانيا وبلاد اوروبيه اخرى فور اعلانه بكونه مجددا حين بعث عليه السلام لاتمام الحجه رساله واعلانا مطبوعا بعدد ثمانيه الاف نسخه الى القصص المحترمين والمعروفين في الهند وبريطانيا وكذلك الى مؤسسات مختلفه وزعماء الاديان بحسب ما كان ممكنا في ذلك الزمن ومن الامثله على ذلك انه كان في بريطانيا رجل سياسي اسمه تشارلز بريدلا وكان ملحدا فقد وصلته دعوة المسيح الموعود عليه السلام في عام 1885 وقد ذكرت هذه الدعوة في جريدة محلية كور كونستيوشن في عددها 86985 ووصلت الدعوة نفسها إلى هنري ستيل ألكات مؤسس مؤسسة ثيوسوفيست في عام 1886 وقد ذكرها المذكور في جريدته The Theosophist عدد أيلول 1886 وقد أعد في هذا الموقع الجدول الزمني لعهد المسيح الموعود عليه السلام الميمون وذكرت فيه الحقائق المتعلقة بتبليغ الحق في الغرب كذلك فيه جدول زمني آخر ويتضمن تعريفا بالدعاة الأوائل بمن فيهم صحابة المسيح الموعود عليه السلام وخدماتهم للإسلام في بريطانيا وبالإضافة إلى ذلك نشرت نبوءة المسيح الموعود عليه السلام عن القس بيغوت بالتفصيل مع ذكر المصادر هذا وهناك مقالات البحث الأخرى المبنية على التاريخ التي من شأنها أن توضح للجيل الناشئ هدفهم وهدف آبائهم وأجدادهم الحقيقي من المجيء إلى هذا البلد عنوان هذا الموقع هو history.ahmedia.uk وسوف يبدأ هذا الموقع من اليوم، وإن كان يعمل من قبل أيضا، ولكنهم طلبوا مني أن أفتتحه اليوم رسميا. ندعو الله تعالى أن يكون الموقع مفيدا للأحباب والأغيار جميعا. آمين.

وَنَؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ويتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر